اليوم بنناقش في المجالس الرمضانية الشخصية الإماراتية الجذور والطموح. اليوم من يستطيع أن يتحدث اليوم عن هذا الموضوع، وكيف استطاع المغفور للشيخ زايد أن يرسخ فينا كل هذه المفاهيم اللي نحن اليوم تجذرنا فيها؟ من كلمة لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الله يحفظه، عندما قال: نحن لسنا شعبا طارئا على التاريخ، وإنما نحن شعب ممتد في جذوره إلى أكثر من 7000 سنة. ينبغي أن نركز الآن على قضية المؤسسة التعليمية تركيز كبير، لدائما تخرج الأجيال بصورة إيجابية، وكلما اجتهدت المجتمعات في قضية تطوير التربية والتعليم في المؤسسات التعليمية كلما أنتج إنتاجا طيبا ونشأا طيبا. الشيخ زايد اتبع طريق التطوير الإنسان، أي دولة بتنهض على أكتاف الإنسان، والإنسان لازم نطوره. إن حتى الشيخ زايد الله يرحمه معطي اللي هو العلاج أولوية من أولويات بناء الإنسان. طبعا إن زايد رحمة الله عليه بنى فينا الطموح منذ التأسيس، لدرجة أن أصبح الطموح جذر لا يتجذر من 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 تأسيسنا نحن شخصيته كإماراتيين. دولة الإمارات العربية المتحدة نتيجة الطموح والشخصية الإيجابية صارت اليوم مركز المقارنات المعيارية. قبل كنا نحن كوفود تروح سنغافورة أو أمريكا أو بريطانيا، الآن الوفود صارت هي الإمارات، فمعناها صارت في عندنا تجارب، في إنجازات كبيرة ويحكيها الواقع. في وكالة الإمارات للفضاء هذه ميزة ساعدتنا بشكل كبير أن نحن يتعزز حضورنا في المنظمات الدولية، وساهم أن نحن نكون متواجدين في كل قطاعات المهمة والحساسة. بارك الله فيكم، وكل الشكر أيضا لوزارة الداخلية.